رح نحكي شيء عن الأطفال. دائما سلمى نحن بنحاول نغرس القيم الحلوه بالاطفال، اذا كان في بعض المشاكل النفسيه انه نحن نعالجها ايد بايد، ان كان مع العائله والمرشد النفسي او حتى الطبيب النفسي. اليوم دور الاسره في عمليه تهيئه الطفل ودعمه نفسيا وعمليه النمو والتطور النفسي، رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، وقد ايه الاسره هي المسؤول الاول عن تطوير الذات لدى الاطفال، وحتى ممكن علاج اي مشاكل نفسيه ممكن يتعرض الى الطفل. صحيح يا فرح، مثل ما قلتي الأسرة هي العمود الأساسي بحياة أي طفل فينا، ودائما لما بنسمع أي مشاكل عم بتصير مع الأطفال إن كان بعمر صغير أو وقت يوصلوا للمدرسة بنقول وين دور الأب وين دور الأم. الحقيقة إنه الأسرة هي اللي بتشكل النمو المعرفي للأطفال وبتعطيهم نظرية عن الواقع، وممكن بكثير من الأوقات تخليهم يغيروا ردات فعلهم تجاه أي ظاهرة ممكن تكون سلبية، ممكن تخليهم يشوفوها بطريقة أخرى. كل هاي التفاصيل وعن دور الأهل رح نحكي أكثر مع ضيفنا لليوم اللي صار معنا بالاستوديو الأستاذ أحمد يوسف، وهو اختصاصي نفسي وتواصل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك ورمضان كريم. اليوم خلينا نعرف شو هو مفهوم دور الأسرة في عملية النمو النفسي تحديدا للطفل. نحن بس نحكي أول شيء أسرة، بيخطر ببالنا دائما الصورة النموذجية اللي هي الأب الأم والأطفال. الدور الأساسي للأسرة كلنا بنعرفه بشكل كتير عام، وإذا بدنا نحكي من الناحية الاجتماعية إنه هي أول حضن بيتلقى الطفل، بيربيه بيرعاه بيأمن له احتياجاته كلها. طبعا نحن دائما بنركز على إنه الطفل من أول حياته هو بحاجة إنه يتلبى احتياجاته الأساسية فيزيولوجية اللي هي الأكل الشرب المأوى النوم الطبابة التعليم إلى آخره. بالموازاة تماما نحن بحاجة دائما نضوي على انه البيئة النفسية او الاسرية السليمة هي اللي بتنشأ الطفل اللي بده يقدر يواجه المجتمع بعدين. يعني بقدر ما الطفل بيحتاج لحتى يضل على قيد الحياة للأكل وللشرب وللطبابة وللتعليم، هو بحاجة كمان للاحتواء للتقبل للتربية الصالحة او التربية الصحيحة للقبول من قبل الام والاب، بغض النظر عن المشاكل او عن الروابط الاسرية اللي ممكن يكون فيها اشكاليات او خلل. المهم انه نحن ما تنعكس على الطفل حتى تلبى احتياجاته الأساسية النفسي اللي يقدر من خلاله يواجه المجتمع وتحدياته وصعوباته ويواجه الحياة ويكون مقبول ضمن أقرانه ضمن المدرسة ضمن النوادي الأماكن اللي عم يلجأ لها أو اللي عم يروح لها لحتى يطور حاله. فأنتوا مثل ما حكيتوا بالدرجة الأولى هو الأسرة المسؤولة عن تطوير ذات الطفل بالدرجة الأولى والأخيرة، والطفل هو حصيلة أو نتاج لكل شيء بيتم بهاي الأسرة وبيطلع فيه الطفل لحتى ينقله للمجتمع. وكلنا بنعرف إنه أطفالنا هن مرايتنا، يعني الطفل أو نحن صورة عن أهلنا، كيف ربونا، شو المعتقدات اللي عطونا إياها، شو القيم، شو الذات اللي طوروها فينا. دائما بنسمع أنه الطفل هو مراية أهله، لكن أوقات بنشوف أم متسامحة جدا في طفل انفعالي بالمقابل، أم لطيفة مثلا ومتهاونة، خلينا نقول بعض الأحيان مو بس لطيفة في تهاون بالموضوع، كمان طفل متمرد. فهون يعني ممكن نحن نكون بثغرات تانية غير أنه الطفل هو مراية أهله، هو ممكن يكون في ثغرات. تمام، أنا رح جاوبك بنفس سؤالك. أنت قلتي الأم، نحن بنحكي الأسرة، الأسرة يعني أب وأم. أم وأب، ممكن يكون الأم متساهلة جدا، الأم المتساهلة هي الأم القادرة تنقل قيم التسامح، قيم الاحترام، قيم المحبة بالتعاطف، قيم التواصل الجيد والسليم مع الآخرين. ممكن يكون بالموازاة تماما في عنا خلل بالعلاقة بين الأم المتسامحة والأب المتسلط نفترض، أو الأب المهمل أو الأب الغائب عن المنزل. هذا الموضوع بيعمل خلل وبيعمل بؤرة من خلاله كل المشاكل السلوكية اللي ممكن يتعرض لها الطفل بعدين تكون نتيجة لهذه الثغرة أو لهذا الخلل. فنحن وقت اللي بدنا نحكي عن نتيجة أسرة نحكي عن طفل ناتج عن أم وأب، عن علاقة بيناتهم حتى أقران مع بعضهم البعض. طيب هون خليني أسألك، كتير أوقات ويمكن بعد حرب 13 سنة في كتير بيوت فقدت أحد الطرفين، إما الأب أو الأم. صحيح. وصارت الأم مجبورة تكون هي اثنين بواحد والأب أيضا مجبور على هذا الشيء. دائما نحن بنربط التربية بالأم، بنقول الأم هي اللي بالبيت هي اللي بتربي، والأب هو الجانب المادي أكثر، وهو الجانب اللي بينهي وبيأمر لأنه بيشوفوا الأطفال بوقت قليل. ولكن هل هذا الشيء صحيح؟ هل أنا لازم أرمي كل شيء على عاتق شخص واحد، أم هل هي وظيفة التربية لازم تكون بالتوازي؟ والعائلات اللي ما عندها أب أو ما عندها أم كيف بيكون الوضع فيها؟ رح كتير نوه لك على موضوع انه نحن بالأزمة عنا خلال 13 سنة اللي حكيتيها أكثر شيء تأثر عنا هو السياق الاجتماعي. شو يعني السياق الاجتماعي؟ يعني نظريتنا أو نظرتنا عفوا للقيم، للشيء اللي تربينا عليه، للأشياء اللي نحن راسمينها. نحن بنعرف انه الأسرة يعني أب وأم وأطفال، هي حكيتها أول شيء.
اول شيء تضرر خلال الازمه هو هذا المفهوم اللي هو صار ممكن الاب يكون مسافر كل الوقت، الام بدها تحمل مسؤوليات، اضف الى انه نحن بمجتمعنا غالبا نحن بنحمل الام الذنب او بنحملها الطاقه تبع المنزل. كل رح خبرك شغله، انه نحن كلنا بنقول تعرف انه الام قادره تقود منزل بس الاب ما هو قادر، دليل على انه الام كثير عظيمه وهذا الشيء صح، بس هل يا ترى قيادة هذا المنزل هو على الناحية النفسية صحيح للطفل وصحيح للأم؟ أكيد لا. نحن لحتى يكون في توازن أو حتى يكون في عنا طفل سليم قادر يفهم دوره الاجتماعي المنتظر أو المتوقع منه، قادر يواجه المجتمع صح، بده يكون قدامه أب عم يقدم له دعم، عم يكون له قدوة، عم يكون له عم يقدم له الحكمة اللي هو بحاجتها، عم يقدم له الأمان، لأنه نحن عنا مفهوم الأب غالبا هو مرتبط بمفهوم السند، مفهوم الأمان، مفهوم العزوة، مفهوم القوة، أما الأم مرتبطة بمفهوم العاطفة، مفهوم الاحتواء، مفهوم التسامح، الحنان والتسامح المطلق. فنحن وقت اللي بيصير في عنا غياب أو خلل لحدا من هالاثنين أكيد رح ينعكس على الأطفال، بس ما نصح أبدا نكون الأم مع الأطفال ونقول هاي أسرة ناجحة. أكيد هي أسرة ناجحة من حيث المخرجات، إذا بدنا نحكي تعليم، إذا بدنا نحكي طفل سليم أو قادر يتواصل صح أو متربى صح، بس إذا بدنا نفوت على الأغوار النفسية للأم منلاقيها هي حاملة يمكن من الأعباء النفسية منهكي. كتير أو منهكة أو مرهقة، وعند أول مطب أو عند أول عائق بيظهر هذا الشيء هي بتستسلم او بتوقع. حتى الاطفال غالبا اللي بيربوا بلا اب بيكون عندهم كثير من المشاكل السلوكيه والنفسيه والاكاديميه اللي نحن اذا بنراجع شوي الاشخاص اللي مروا بحياتنا بنشوفها. يعني اول يمكن اول عرض او اول مشكله نحن بنشوفها عند الطفل اللي ربيان من دون اب او مع اب غائب كل الوقت انه بيكون عنده مفهوم الحدود بالعلاقات كثير غائب. يعني ما بيعرف انه مثلا بالمدرسه بتلاقيه كثير احيانا عنده نشاط زائد، ممكن يكون مشاغب، بحب يكسر القواعد، لانه بالمنزل الام نفترض انه هي متسامحه جدا، الاب ما موجود لحتى يقدر يرسم حد، هو مرتبط بدور الاجتماعي المنتظر منه، فالطفل عم نلاقيه عم يكون شوي عم يغيب عن القواعد. بالمدرسة هالموضوع بينعكس عن طريق شو؟ بيكون في عنا تحصيل ضعيف للطفل، بيكتبوا له للطفل على المدرسة أو على الجلاء بيكتبوا له مثلا طفل غير قادر على الانضباط أو غير منضبط، وين دور الأب؟ ليش الأب غائب؟ طبعا الأزمة لعبت دور بتعزيز هاي القيم، هاي المشاكل كلها، بس ولكن بدها يكون في هذا التفاهم يعني بين الأسرة والمدرسة. الأسرة لازم يمكن تحط المدرسة بتفاصيل حياة الطفل لحتى نفهم يمكن أي مشكلة. هذا الشيء يا ترى موجود نحن اليوم عندنا بمدارسنا، في هذا التفاهم، هي التشاركية بين البيت والأسرة. هون بيجي دور الإرشاد المدرسي أو الإرشاد النفسي اللي أو المرشد النفسي أو الأخصائي أو المرشد الاجتماعي اللي بيكون موجود ضمن المدارس، دوره هو يكون الرابط ما بين الأسرة وما بين المدرسة لحتى يلاقي حل أو مخرج للمشاكل. طبعا نحن ما فينا نقول مشكلة عائلية مدرسة بتحلها أو مشكلة مدرسية العائلة بتحلها، مشكلة مدرسية العائلة بتحلها ممكن إذا لعبت دور كتير قوي بالتنسيق، بس ولكن مشكلة عائلية مدرسية ما فيها تحلها، بس فيها تخفف من آثار وصول هالمشاكل للمدرسة عن طريق التنسيق مع الأم، عن طريق جلسات الدعم أو الإرشاد النفسي والمدرسي للأم أو للأطفال، عن طريق تقديم الدعم للأم كيف تتوجه. مثلا في إحدى الأشخاص اللي مرة من مرات قرأت عنهم أنه الأم غير قادرة تضبط الطفل بالبيت والطفل بالمدرسة عم يخسر فرص وهو طفل ذكي جدا، فكان التوجيه من الأخصائي النفسي أنه نحن ندور على نموذج إيجابي آخر ضمن العائلة، لأنه الأب ما هو موجود متوفى، فالنموذج الآخر ممكن يكون عم، ممكن يكون خال، ممكن يكون صديق بالغ. هالموضوع هذا بس بيرجع موضوع القيمة موازم. اللي هي الدور الاجتماعي للأب بيرجع له شوي، بس هذا الموضوع بده يكون ضمن سياق علاجي، ضمن سياق إرشادي كتير صح ومن قبل المتخصصين عم يشتغلوا. متابعة دائما نشوف الأثر ومتابعة صحيح، وحتى مشان لا يصير في عنا تعلق غير آمن. يعني أنا يكون مع أم حقيقية أو حدا عم يلعب دور الأب بس هو مانو حقيقي أو مانو بدوره الحقيقي والفعلي، وانما هو دور الدعم فقط. اكيد. طيب استاذ احمد، كمان مشكله ثانيه كثير بنعرف بوقت من الاوقات الاهل بيكونوا وخصوصا الطفل المراهق بيكون عنده بعض الاعراض، بيقولوا انه هي طبيعيه، عادي انه هو يكون ينعزل، عادي انه هو يكون شوي عصبي، عادي يكون غير متقبل، فبالتالي بيقولوا هي المرحله هيك وقتها خصائصة. في كثير مشاكل ممكن تكون باينه بهي التفاصيل وهن ما ينتبهوا عليها. طيب. كيف ممكن يتصرفوا مع الوقت؟ دائما موضوع المراهقة تحديدا هو موضوع إشكالي بالنسبة للأهل وبالنسبة للمراهق نفسه، لأنه هو شخص كان طفل ف
فجأة حس حاله بده يصير كبير، فهو بده يضيع بين انه هو بده يستقل بشكل كلي، هو عاجز عن الموضوع انه يستقل لانه هو بده مصاري، بده حدا يكون معه، وشخص بده يتكل على غيره وما بده كل الوقت انه يستشير الاب او الام. فنحن مرحلة المراهقة تحديدا اهم شيء يكون عند الاهل وعي شو لخصائص هاي المرحلة. طبيعي المراهق يقول لا، طبيعي انه ما يعجبه كل الاشياء الموجوده، طبيعي يرفض القواعد الموجوده بالبيت لانه هذا نوع من توكيد واثبات الذات. بس ولكن ما هو طبيعي ابدا الطفل او المراهق يكون كل الوقت رافض، يكون كل الوقت عدائي، يكون في الفاظ غير صحيحه مستخدمه بالبيت، يكون في رفض للاب وللام وليس للقواعد، رفض للاخوات او عدائيه تجاه الاخوات وليس تجاه القواعد او الروابط اللي بتربطهم مع بعضهم البعض. هون نحن عم نحكي كثير بدنا توعيه على فكره انه الشخص اللي يفوت على مرحلة مراهقة أهله يكونوا مستعدين شو هي السلوكات المتوقعة من هذا الشخص لما بتصير مراهق، شو هي السلوكيات لما بتتطور بتصير مرضية. هون الأهل لازم يكونوا وعيانين لموضوع أنه ممكن الطفل يقول لا أو لما يصير مراهق، بس ما أنه ممكن أبداً يضرب الأب كف إذا بدنا نحكي عن إكستريم أو على حد الأقصى للسلوك. فأول شيء لازم يكون الطفل مهيئ لهي المرحلة. لما بيكون الطفل عمره 10 سنين 11 سنة 12 سنة يعرف شو يعني بده يصير بمرحلة جديدة بالمدارس يهيئوه، يكون في جلسات لموضوع الاستشارات النفسية الأسرية كتير مهمة أنه يعرف هاي المرحلة شو خصائصها، شو متوقع منه، شو بده يتغير بجسمه، كيف بده ينعكس على سلوكه وعلى نفسه. يعني الطفل بده يصير في عنده تغيرات فيزيولوجية كتير كبيرة، هرمونات بدها تتخبط كتير، بس ولكن هاي الشيء بده ينعكس على طريقة تفكيره، على مشاعره، على إدراكه. بتتخيله طفل متعلق كتير بأمه وأبوه فجأة صار بيكرههم، هو ما نكره لأشخاص الأم والأب، وإنما كره للنمط أو الدور الاجتماعي اللي عم يلعبوه اللي هنن دور المراقب، الموجه، المحاسب، بالوقت اللي هو كل الوقت بده يرفض هذا الموضوع لحتى يقول أنا ليكني موجود وأنا كمان لازم تاخذوا رأيي وأنا كمان لازم تستشيروني. فوعي الأهل لهي المرحلة بيوازي وعي المراهق تماما، وقديش قادرين هن يكونوا واعيين لهي المرحلة بيقدروا يتعاملوا معها بشكل كتير صحيح. اليوم لما بنحكي يمكن حتى عن بعض العلاجات النفسية اللي ممكن الأهل هن يتبنوها إن كان للطفل أو حتى للبالغ، اليوم هن يمكن إيد بإيد مع المعالج النفسي ممكن يكون دورهم وبنسبة أكبر بكتير من المعالج النفسي لحتى يتخطى الطفل أو المراهق أو البالغ أي مرحلة من مراحل العقبات والمؤثرات اللي مأثرة على شخصيته. اليوم خلينا نحكي بالتفصيل دور الأهل باستيعاب وحل هاي المشاكل النفسية لدى الطفل. الفكرة الأساسية إذا كان طفل ولا مراهق ولا إذا كان راشد كلياتنا بحاجة للتقبل. يعني نحن وين ما شو ما كنا نكون، وإذا كان علينا الضوء، إذا كنا بالعتمة، وإذا كنا أصحاب شهادات، نحن إذا بنحس 1% من الطرف الآخر ما هو متقبلنا، هون ببلش كل مشاكلنا، ببلش كل معاناتنا وتحدياتنا. فأنا دائما بحكي كلمة إنه علموا أطفالكم إنه يتقبلوا الآخر لحتى لما يكبروا هن يتقبلوا غيرهم، يتقبلوا أولادهم. فالطفل أو المراهق عادي يعمل شوية تحديات، عادي يكون عنده شوية إشكاليات. نحن هدفنا أو نحن وضعنا بالحياة أو دورنا إنه نوجهه، إنه نقدم له دعم، إنه نحتويه. فالدرجة الأولى بأي علاج بيقول لك إنه أول شيء لازم يتقبل الأهل يتقبلوا الطفل أو المراهق. ثاني شيء الطفل أو الشخص يتقبل مشكلته. فنحن دائما عم نحكي عن موضوع الاحتواء والتقبل لأي مشكلة، هي أول طريق من طرق الحل والدعم. بيجي بعدين نحن استشارة الناس المختصين. شو يعني استشارة الناس المختصين؟ يعني يقدموا لنا التوجيه الصح اللي نقدر من خلاله نتعامل مع الطفل. ما يجي يقول لي أنت لازم تكون هيك، لا، يعلمني التكنيك أو الطريقة أو أنا كيف أحكي مع الطفل، كيف أتواصل معه. يعني في مرة من المرات مثلا الأم تجي لعند البنت بتقول أنا حابة أطلع مثلا أسهر مع رفقاتي نفترض، بتجي بتقول لا الأم ممنوع منعا باتر، أنا ما عندي بنات يسهروا برا، وخلص وانتهى الموضوع. الام رافضه ابدا انها تناقش، والطفله هي حاسه انه الام سمعتها. مشكلتها مو انه ما طلعت تسهر، مشكلتها انه الام ما وضحت لها ليش ممنوع. هي لا الرافضه رفض تام يعني، واللي هي متوارثه جدا بمجتمعاتنا. وهون بنحكي كثير عن موضوع انه التواصل بين الاهل الاب والام مع الطفل، يا اما بيخلق طفل قادر يكون علاقات تواصليه مع الاخرين صحيحه، يا اما بيخلق طفل عدائي بتواصله، اتكالي بعلاقاته، اعتمادي بيعتمد على الطرف الآخر، بيعطي بلا محدودية أو خايف أنه يعطي. فنحن موضوع التواصل ما بين الأهل والطفل أو المراهق أو شو إذا كان ذكر ولا أنثى هو الحل الأمثل والوحيد لحتى نبلش أي علاج أو أي دعم أو أي استشارة بدنا نعملها بعدين. ما دون ذلك نحن عاجزين نعمل. فنحن دائما أنا بوجه الأهل مباشرة أنه شو ما كان مشكلة الطفل، مشكلة كلامية، مشكلة نفسية، مشكلة سلوكية، بدنا نتقبله،
بدنا نفهم اكثر عن طبيعه المشكله، بدنا ندور على حدا يعلمني ابني علاقه تواصليه صح مع ابني، بعدين انا بدي بلش بالعلاج، لانه من دون هالعوامل الثلاثه اللي ذكرتها اي علاج او اي تدخل رح يكون منقوص وما رح يكون له فعاليه على الاطلاق. اكيد. طيب في كثير اسر حاليا عم تعتمد اسلوب اسمه اسلوب التربيه الحديثه، من دون ما يكون واضح هذا المفهوم شو المقصود صح. فيه، فبنشوف كثير اطفال بعمر صغير ولكن كل الوقت هن عم يحكوا مع ابائهم مع امهاتهم باسمهم، يعني ما بينادي بابا تمام. ما بينادي دي ماما، مثلا بيقول له سلمى فرح، بيناديها بالاسم صحيح. وكل شيء بده يساله عليه وبده جواب حالا وجواب تمام. مقنع، واذا ما اقنعه الجواب ممكن يرد رد غير متوقع. بعض الناس بتاخذها بمزح وضحك انه شوفوا تربيه حديثه. طب التربيه الحديثه ضروريه لانه المجتمع تغير، ما عاد مثل زمان، يعني صحيح. الولد بينام الساعه 8 المساء والاهل بيناموا الساعه 10 بالليل صحيح. فخلينا نحكي كيف انا بقدر أخذ هذه التربية الحديثة بس من دون ما ألغي الحدود اللي هي لازم تكون موجودة بين الأفراد الأسرة. لما بدنا نحكي علم، ونحن كل استشاراتنا وكل تخصصاتنا بالتدخل مع الأطفال والأسرة هي مبنية على نظريات وعلم موثوق وقائم على أبحاث ودراسات. ما في شيء اسمه تربية حديثة، في شيء اسمه تربية إيجابية، في شيء اسمه مساحة صديقة للطفل، في شيء اسمه علاقة آمنة مع الطفل إلى آخره. نحن وقت اللي بتغيب عنا أو عن مجتمع عن أسرتنا القواعد اللي بتخلينا مقبولين ضمن المجتمع، هون نحن لازم نفكر. بمعنى نحن شئنا أم أبينا ابن هذا المجتمع اللي بتحكمه أعراف وتقاليد معينة. وقت اللي أنا مثلا الطفل بنادي للأب باسمه أو للأم باسمه، ممكن عن طريق المزح مرة مرتين أكيد، بس هل يا ترى بكره اذا راح على المدرسه وفهم انه الكبير اللي مشرف عليه هو بيقدر يمون انه يعيط له باسمه، راح يقول للاستاذ باسمه، راح يحترمه؟ مو الفكره بالاسم، الفكره بالقيمه اللي ما وراء الاسم. انا دائما بقولها هيك، مو الفكره بالسلوك اللي عم نشوفه، شو اللي وراء السلوك؟ اللي وراء السلوك هو جذر المشكله، هو اللي بده علاج. فانا لما بفكر اكيد انا بتمنى انه ابني يكون صديق لي، وانا بنبسط لما بنتي بتناديني باسمي مره من المرات، بس هل يا ترى اذا مع الوقت فهمت الولد او الطفل فهم انه هذا الشخص اللي هو دوره انه يربيني ويرعاني ويوجهني هو متاح لي كل الوقت، هو ما في اي علاقه او قواعد بتربط هاي العلاقه بيني وبينه، ما في اي حدود بيني وبينه، انا هون اكيد بتكون عم طلع طفل شوي متمرد، طفل ما انه عم يعرف يرسم حدود. وللامانه العلاقات الاسريه اللي بتكون او العلاقات الزوجيه اللي بينتج عنها اطفال شائكين هي العلاقات اللي ما فيها حدود، ما فيها ضوابط، ما فيها قواعد. فهذا الطفل اللي ما انه قادر يضبط او يحترم قاعده بالمنزل، ما راح يحترم قاعده بالمجتمع ولا بالمدرسه، وراح يرجع هذا المشكله اللي نحن عم نعاني منها ضمن المنزل راح ترجع لنا بطريقه اكبر من المجتمع. راح نسمع كلمه من الكوتش انه ابنك ماني قادر سيطر عليه، من الاستاذ ابنك مانو متعلم بالبيت قواعد التربيه. فبرجع بنحكي نحن مو السلوك وانما جذر ما وراء السلوك او الاصل ما وراء السلوك. لهيك انا بحكي دائما نروح لعند متخصصين نفسيين واجتماعيين وتواصليين قادرين يقدموا لنا معلومة صح قائمة على أبحاث وقائمة على دراسات كتير كبيرة ونحن نستفيد منها. مو بس أنا أشوف أنه حدا على الانستغرام أو على اليوتيوب عملي هيك وما تعملي هيك، هو لما بترجع أنت لدراسته بتلاقي أنه هو شخص غير متخصص وإنما متدرب أو سامع له كام قصة. كثير مهم نوجه الاشخاص يروحوا لعند الاشخاص الصح لحتى يعطوهم شو بيسموه الوصف السحري. هي ما سحري ابدا، بس بيضوي لهم ببالهم فكره بيقدروا يطبقوها ضمن المنزل بيلاقوا نتيجه. وهي للامانه نحن انا كونا بنشتغل نحن مع الاطفال ومع امهاتهم ومع اسرهم، لما بتحكي للام فكره عن جد هي ناطره انها تسمع من شخص متخصص بتقول لي انا هلا فهمت شو لازم ساوي، انا هلا عرفت شو لازم اتدخل او كيف لازم اتدخل، وبتلاقي النتيجه بدل ما تستمر سنه لحتى تعطيني نتيجه ايجابيه، لا انا اسبوعين ثلاثه لشهر أنا بلاقي تغير عن سلوك الطفل عند الأم عند الأسرة بشكل عام. لأنه لما بيكون في طفل إشكالي ضمن المنزل الأسرة كلها متعبة منهكة ومتأثرة تماما. بالنهاية أكيد كل أم وكل أب سلمى بيتمنوا أنه يكون ابنهم الأفضل، إن كان بالأخلاق، إن كان أكاديميا، إن كان اجتماعيا، نفسيا، صحيا، بمختلف نواحي الحياة. فيا رب فعلا الأهل يكونوا على قدر المسؤولية، ولما بتكون فكرة الإنجاب فنحن عارفانين أنه نحن قدام مسؤولية كثير كبيرة. شكرا لك أستاذ رمضان كريم، شكرا لك لوجودك معنا.